الرحيم. بسم رحمن السماوات والأرض. بسم من يرحم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. بسم راحم الشهداء. بسم راحم المستضعفين. بسم راحم العزل. بسم راحم أنين الأطفال. بسم راحم أنين الشباب والشباب. بسم راحم من لم يسمعهم إلا الله. بسم قاسم الجبابرة. بسم قاسم الظلمة. بسم قاسم الجبابرة. بسم قاسم بشار وأعوان بشار والمتاجرين في قضية بشار. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يجرى لإخواننا ولأشقائنا في شلالات الدماء، في شلالات الأماني، في شلالات الأماني، وفي شلالات العناء، وفي شلالات الدموع، وفي شلالات البكاء، وفي شلالات الصراخ. نحن مجتمعون اليوم وقد مسنا جميعا لهيب حلب وحريق سوريا الكئيبة، مسنا جميعا وجئنا اليوم لننتفض ولكي نعلي صراخنا، لنقول أن اليوم الإنسان تحترق والحقوق في العالم تحترق والمنظمات العالمية تتهاوى وأصحاب الحقوق الآن يمتحنون والزور يشهده العالم. جئنا ننتفض حول هذه الدماء، جئنا ننتفض حول هذا الشعب المنكوب الذي لم يكن له ذنب إلا أن يقول ربي الله، وإلا أن يقول أريد الكرامة بكل سلم وسلمية، وإلا أن يقول أريد أن يكون لي ديمقراطية. فجاء الدرس القاسي بشهادة الأمم المتحدة وبشهادة جميع الظلمة وجميع المتهالكين على شعب عزل يقتسم تلكته ويقتسم يتقسم ساتاراته. جئنا اليوم لكي ننتفض ونقول عار على الإنسان التفرج، وعار على أصحاب الحقوق التفرج، وعار على المؤمنين التفرج. جئنا لنقول لسوريا عذرا سوريا، تركناك عزلاء وتركناك وحيدة، واليوم نقول اشتعلت في قلوبنا حريق شبابك، حريق الأطباء، حريق النساء، حريق العزل. لكي نقول قد استيقظت الضمائر، فنرجو لضمائر العالم أن يستيقظ. ونرجو لماذا؟ لأن هذه المظالم لن تكون رحمة على الإنسانية. إن الإنسانية اليوم ستأكل الضربة والضربة من جراء سكوتها على ما يجري في سوريا. ما يجري في سوريا وامتحان لكل الحقوق وامتحان لكل الهيئات. فنقول ونحن هذه الهيئات أننا ننتفض ونشجب ونستنكر هذا السكوت العالمي ونستنكر هذا التكالب القاسي على بشار. ما بشار اليوم إلا انتهى بشار من زمان، انتهى حينما فتح بياده على الدماء، والآن أعوان بشار وظلمة بشار وظلمة العالم ينتهكون هذا الحق في الحرية وهذا الحق في الديمقراطية. فنقول للعالم أجمع ونقول لجميع الهيئات وللإنسانية أن إنسانيتك في حلب احترقت وحقوقك في حلب تريد أن تدمر. ونقول للشعب السوري إن لكم رب ينصر، إن لكم رب ينصر، وللظالم جولة وللظالم ساعة قادمة. فصبرا إخوة الإسلام وصبرا إخوة الدماء وصبرا، فإن الله يشهد دماءكم ويشهد آلامكم، والله سبحانه وتعالى ناصر المستضعفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد فرعون، تنسيقية شباب السوري بالمغرب، نشارك اليوم في وقفة انتفاضة الدار البيضاء مع أختها وأخواتها في حلب. الانتفاضة التي أتت لتعبر عن تضامن إخوان المغاربة مع أهلنا في حلب المستضعفة وفي سوريا عموما. نشارك اليوم مع كل الفعاليات التي نظمت هذه الفعالية لنشكرهم على ما يقومون به، ولكي نطلب منهم أن تكون هذه النشاطات بداية لنشاطات أكثر وتضامن أكثر بأشكال مختلفة مع أهلنا الذين يحتاجون اليوم ليعرفوا أكثر بتضامن أهلهم وأشقائهم وأخوانهم العرب والمسلمين حول العالم معهم. وشكرا.